السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد أيها المسلمون، لقد شاع بين كثير من المسلمين
داءان عظيمان، لكن السلامة منهما يسيرة على من يسرها الله عليه. عباد الله، فشافينا داء الغيبة وداء النميمة. أما الغيبة فهي ذكر الإنسان الغائب بما يكره أن يذكر فيه من عمل أو صفة أو قول. كثير من الناس صار همه في المجالس أن يتكلم في فلان، فلان قال كذا، فلان فعل كذا. ومع ذلك لو فتشت فيه لرأيته أكثر الناس عيوبا وأسوأهم خلقا وأضعفهم أمانة. إن مثل هذا الرجل يكون مشؤوما على نفسه، مشؤوما على جلسائه، لأن جلساءه إذا لم ينكروا عليه صاروا شركاء له في الإثم وإن لم يقولوا شيئا. عباد الله، لقد صور الله جل وعلا الإنسان الذي يتكلم في الناس يغتاب إخوانه المسلمين، صوره بأبشع صورة، مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا ويكفي قبحا. أن يجلس الإنسان على جيفة أخيه يقطع من لحمه ويأكله. أيها المسلمون، إن الواجب عليكم إذا سمعتم من يغتاب إخوانه المسلمين أن تمنعوه، تذبوا عن أعراض إخوانكم. ألستم لو رأيتم أحدا قائما على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه تقومون عليه جميعا وتنكرون عليه؟ إن الغيبة كما صورها الله جل وعلا كذلك. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في ليلة المعراج على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان المسلم من هذا، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين لا ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، يفضحه ولو في بيته. عباد الله، إن كثيرا من أهل الغيبة إذا نصحوا قالوا: نحن لا نكذب عليه، هو يعمل كذا، هو قال كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن الغيبة أن تعيب أخاك بما فيه، أما إذا غبته بما ليس فيه فإن ذلك جامع لمفسدتين: البهتان والغيبة. ونص الإمام أحمد بن حنبل وفقهاء مذهبه على أن الغيبة من كبائر الذنوب، فاحذر أيها المسلم منها. اشتغل بعيبك عن عيب غيرك، فتش نفسك هل أنت سالم، فربما تعيب الناس وأنت أكثرهم عيبا. وإن كنت صادقا في قولك مخلصا في نصحك فاذهب إلى أخيك وانصحه، هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية والطريقة الإسلامية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.